احساس رهبه وخوف في الموقف هذا، لانه انا صوبت في نفس صوت هذا الطلب، فيعني بذكرني في الالم، بذكرني في الالم وبذكرني في المعاناه اللي انا عشتها. إلى 300 متر أبعد، 400 متر، الاحتلال ما فرقش بين رياض ولا حد، ما توقعش إنه يعني أنا أتصاوب هيك موقف. أنا أصبت في طلق متفجر، يعني الاحتلال بتر اقدامنا ومحاصر علينا ومسكر جميعنا، لكن لم يبتر احلامنا ولا املنا.